السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب اليوم هذا واحد الشرح خفيف ظريف كيف مثلا نقولوا بالعامية على الطريقة كيفاش تابلودي التومبليت ديالك من بعد ما تقادها في تيم فورست. أول حاجة كندخلو لتيم فورست كنختارو على حساب شنو بغيتي تهز، واش وورد بريس، واش سي ام اس تيم، اي كوميرس. انا غنهز سيت تومبليت، يعني HTML CSS JS. ابري كنديرو نيكست. من بعد كيما كتشوفو هادي هي لابارتي فين كنهزو التيم ديالنا، لقاو فيها بزاف لي زانفورماسيون. اول حاجة غندخلو النيم. انا ديجا موجد الدوكيمونطاسيون ديالي، النيم هو هذا طبيب. هادي واحد داشبورد، هنايا كيطلبو منا كي فيوتشرز. نعطيكم اكزامبل، هنايا غنديرو مثال دكتور ابوينتمنت HTML. لي فيوتشرز هما هادو لي كيكونو هنايا، هادو باش كتساعد راسك في الريشيرش ديال تيم فورست. نحاول ناخد شي حاجة قريبة ليا من هنايا، فان دكتور ناخدو هادي اكزومبل. نديرها هادي كيف ما قلت لكم داشبورد ديال لي دكتور. ابونتمنت سبيسياليست شات ما عنديش، نديرو شي حاجة اخرى. يونيك ديزاين اكزومبل، يونيك ديزاين. ني ديسكريبسيون اش تي ام ال ديجا هي موجودة. انا صار انتم انا نوريكم بعد كيف كتبان، ماشي شي حاجة ولكن في البريفيو من غير قبلو غتبان بطريقة. HTML و CSS. ابري كيطلبوا لي لي فايلز تيمبلر و تيم بريفيو. انا غنوريكم شنو هي تيمبلر و شنو هي تيم بريفيو. ديجا موجودهم. تيم بريفيو هي هادي كوم سا، هي هادي اللي كتبان هنا، هادي هادي هادي. تيمبلر هي هاد لي كونس صغيرة ما كتبانش جو بونس بالطلو، المهم ما عليناش. هي هادي كتكتب فيها، كتحط فيها شي ايكون ولا شي رمز ولا شي حاجة بحال لوغو، ممكن تحط فيها اللوغو ديالك. هنا كيقولك شوف فايل تيمبلين، كيقولك السايز ديالها خاصو يكون 80 × 80. الى جينا نقلبو ديتاي صافقاو 80 × 80. كاين ابلوديوها اي فايلز. هنا التيم بريفيو كيقول لك 590 × 300 وكيطلبوها زيب، خاصها تكون كومبريسي. نزوها كومبريسي، ما عرفتش واش كنسجل ولا ما كنسجلش. سي بون كنسجل. هنا دابا غنختارو التيمبلال و غنختارو التيم بريفيو. هنا كيطلب لك ماي فايلز، هنا كيعطيك ممكن تهز الاش تي ام ال سي اس اس، يعني فيشي عادي اش تي ام ال سي اس اس جي اس. و الا كانت عندك حتى لا فيرسيون ديالو وورد بريس كتحطها هنا، كيقولك اوبسيونيل. بعض المرات كتلقاو الا دخلتو لتيم فورست كتلقاو تيم عادي اش تي ام اس 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 و وورد بريس تحطو في نفس في دقة وحدة. هنا كتابلوديهم في دقة وحدة. الماين فايلز، الماين فايلز هو كل شيء. الماين فايلز ديما كيكون زيبي و كيكونو فيه لي فيشي ديالك، يعني التومبليت ولا الداشبورد ديالك،
بطبيعة الحال كنحيدو منها لي زيماج، كنخليو غير لي زيكون ديالنا المهمين، بحال انا هنا خليت غير اللوغو وليكون. ولا بدا كتهز مع الدوكيومونطاسيون ديالو، ولا بدا دوكيومونطاسيون كونسون، شي حاجة سامبل ماشي شي حاجة يعني كبيرة. ولا بد الطبيب والدوكيومونطاسيون يكونوا في شي واحد كومبريسي، ما كيهمش السميه شنو غادي تسميو، انا كنسمي طبيب دوك طبيب باش كنعرف شنو كاين. في الاخر كيتكومبريس على ماي فايلز. ابا ابلودي هو ايوا هذا مهم، هادشي كنهزو على بركة الله ولا يسخر الامور، نتمنى تقبلوا ما يبرسطوناش هاد الايامات هاد المرة. شوية الانترنت ضعيفة، نخليو هادشي كيتشارجا، نجيو هنايا كيقولك خصها يعطيني لا كاتيجوري، نشوفو لا كاتيجوري شنو هي. نورمالمون كتكون ادمين تومبليت، ليزادمين كيقولك هاي ريزوليشن وي يس كومباتيبل براوزر فايرفوكس سفاري اوبرا كروم ايدج. صراحة ما عرفتش واش كومباتيبل مع اي 6 و حتى الاي 11 الله اعلم. و كومباتيبل كيقولك لا اعتذر بوت ستراب فيرسيون 4.3 نشوفو حتى لجوج، و هادو دي فريم ورك اخرين الرياكت جي اس. انا مازال ما صايبتش لا فيرسون تاع الرياكت و فيو جي اس. وهنا كيقول لك شنو لي فيشي اللي مابورتي ليا معاه، انا مابورتي جي اس فايل و اس 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 سي اس اس ولا اتش تي ام ال. نشوف الميوز فايل هادشي الاخر ما دايروش. هنا كيقول لك شحال كونمين، انا 4 لي اوت ريسبونسيف demo tabib.inecas.com. نتأكد منه دابا tabib.inecas.com. هادي توكي بريفيو هنا كيقولك عطيني لي تاكس، لي تاكس هما هادو اكزومبل الا دخلنا دكتوريس مثال هادي القاهم هنايا محطوطين نفسهم، انا غادي ناخد يعني ما غاديش نخرج شي حاجه من راسي. ادمين داشبورد ادمين بانل ابوينتمنت داشبورد ابوينتمنت شولينج بوكينج ادمين توبيك بوكينج سافون. هنا كيقول لك سيبورتينغ واش كدير سيبور ولا لا، نرجعو بعدا الفوق نحطو ماي فايلز ديالنا. من بعد غنديرو البري، انا اكزامبل غادي ندير هاد المره غير 10 هي 14 و في اكستاند ليسونس غندير 100. كومونس بريفيون ما غادي ندير له والو، نقولو ثانك يو سير. هنا كنقولو بان راه ما هز على ما فهمتش، ما راني ما هز لا دي زيماج لا حتى شي حاجه. اوكي نعاودو نطلعو الفوق ون فيريفيو نو نو هو هذا في فيوتشرز. دخلنا دخلنا الديسكريبسيون تيمبليت تيم بريفيو ماي فايلز كاتيجوري هاي ريزوليشن يس. هنا هادو ديجا سيليكسيوني كومباتيبل براوزر كومباتيبل وايت بوتستراب تيم فوريس فايل انكلود كون مين كات لي اوت ريسبونسيف ديمو يوريل لي تاكس البرايس. البرايس ممكن نبدل من بعد، كيقول لك ريكوموند بورشاس برايس ما بين 14 و 17 وانا كيقول لك ما بين 700 و 850 حنا نديرو 300 اصلا ما كاينش اللي كيشري. انا ما عمر شي واحد شرا من عندي بهاد الاكستاند ليسانس في هاد الكونت هذا. اوكي على بركة الله نديرو ابلود سي بون. كيبان هنا كيقول لك كونت لي بروسيسينغ ابلود
دابا راه في البريفيو، غنساين واحد 3 ايام حتى 4 ايام على حسب. الى هنا كتنتهي الحلقه، ان شاء الله المره الجايه هاد التومبليت هادي جو بونس غادي نعدل عليها، او في حاله ما تقبلاتش غنهزها في التومبليت مونستر، وفي كلتا الحالتين غندير واحد الفيديو اخر كنشرح الابلود كيفاش كيكون في التومبليت مونستر. الابلود في التومبليت مونستر ماشي هو في بحال في تيم فورست، في التومبليت مونستر شويه معقد وفيه بزاف ديال الزيتاب. الى هنا تنتهي الحلقه، والله يسخر الامور، نتمنى نكون فدتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.